بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي في كل مكان. نبدأ معكم هذه الحلقة أو هذا الحديث في ظروف لا أريد أن أسميها حرجة، فالظروف الحرجة هي قائمة منذ زمن بعيد وهي ليست من اليوم فقط، ولكن الإعلان عن تطبيع العلاقات وتبادل السفارات بين دولة يهود والإمارات العربية المتحدة أثار شجونا كثيرة وتساؤلات كثيرة. طبعا أبدأ في هذا الموضوع من أولئك الذين انتقدوا بشدة بل وكالوا الاتهامات والحديث الإمارات. مثلا تركيا، وزير خارجية تركيا يتهم الإمارات بأنها طعنت القضية الفلسطينية وأنها أقدمت على تطبيع مع دولة يهود إلى آخر ذلك الكلام، وكان كلاما مبطنا طبعا ولكنه قاسيا. ولكن ومع ذلك نقول يعني تركيا آخر من له الحق في التكلم في مثل هذا الأمر. فسفارة دولة يهود في أنقرة قائمة، وسفارة تركيا في تل أبيب موجودة، والعلاقات بين الدولتين قائمة منذ فترة طويلة، ولم يتم أحيانا يتم البرود في العلاقات وسحب السفير وإعادة السفير إلى آخر ذلك. ولكن تركيا تنتقد الإمارات بشدة، ليس لها أن تنتقد. السلطة الفلسطينية أيضا على لسان صائب عريقات وعلى لسان رئيس وزرائها المالكي وغيرهم وصفوا هذه الخطوة بطعنة القضية الفلسطينية وخيانة القدس وخيانة الأقصى وخيانة القضية إلى آخر ذلك الأمر. ولكن هذه السلطة هي التي فتحت الباب للتطبيع، وهي اللي فتحت الباب لقيام علاقات مع دولة يهود منذ أن ليس فقط من مؤتمر مدريد بل من قبلها، من وثيقة ماكلوسكي الذي وقع عليها عرفات سنة 88 عندما خرج من بيروت، والذي وقع على ورقة بياض، يعني قال له أنت عبي الورقة ما شئت وأنا أوافق، وذهب إلى الأمم المتحدة وحمل بيده غصن الزيتون والمسدس وقال أنا جئتكم الآن لأقيم عملية سلام. سلام مع مين؟ سلام مع دولة إسرائيل. أنا أربأ أحيانا عن تسمية إسرائيل، ولكن لا بد من التسمية أحيانا على لسان الغير. وثم جاءت مدريد في 92، وبعد 92 جاءت محادثات أوسلو وجاءت محادثات واي ريفر وجاءت المحادثات الأمنية التي بموجبها قامت سلطة فلسطين، والتي عول عليها الكثيرون سواء في أفريقيا أو في آسيا أو حتى في أمريكا اللاتينية، الذين كانوا عازفين عن إقامة أي نوع من العلاقات مع دولة يهود المغتصبة المحتلة لأرض فلسطين. فقالوا ما دام أصحاب القضية، والذين طبعا أصحاب القضية هنا دعني أكون دقيق، هذا ما تدعيه المنظمة ومن بعدها سلطة فلسطين وحكام الدول العربية الذين قالوا أن هذه القضية قضية الفلسطينيين وقضية المنظمة، هي في الواقع هي قضية الأمة الإسلامية. ولكن الدول العربية بمجموعها ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية منذ أيام عرفات وإلى هذه الأيام تسير ضمن هذا العرف، أنه هذه القضية قضيتنا، إحنا أصحاب القضية. طيب صالحنا مع يهود واتفقنا معهم وأقمنا علاقات معينة، ونحن نعيش الآن تحت حراب دولة الاحتلال دولة يهود، إذا ماذا بقي؟ لماذا أنت تتهم الإمارات؟ أنا لا أقول أن الإمارات عملها جيد ومقبول، ولكن أقول إن من ينتقد الإمارات يجب أن يكون على قد المسؤولية، أن يكون يعني في الموقف والمكان الذي يستطيع أن يقول أنا أرفض وبل أعمل بكل جد وبكل إخلاص وبكل قوة إلى إعادة فلسطين، كامل فلسطين، أرضا
إسلامية تعود إلى حظيرة العالم الإسلامي ومنه العالم العربي. وهنالك لك أن تقول للإمارات بين قوسين عيب عليكم، أو أن هذه خيانة أو هذه عمالة، هذه ناحية. طبعا لابد هنا أيضا من التعقيب، الأردن ومصر تكلموا كلاما عاما جدا. فالأردن مثلا تقول نحن ننتظر ماذا سوف تفعل إسرائيل، يعني كأنه لا رأي لي في هذه المسألة، وخاصة أنتم تعلمون الموقف والعلاقات اللي بيننا وبين دولة يهود. فبالتالي هو التزم هذا الجانب اللا رأي، ما إلي رأي في الموضوع، خلاص خلينا نشوف شو بصير. يعني طبعا وهذا الأمر، أنا سنة 94 أقمت علاقة مع دولة يهود، وقعدت وبنينا سفارات وعملنا اتفاقية صلح. فبالتالي ما الجديد في ذلك؟ ليش الإمارات يحق للأردن ما لا يحق للإمارات؟ أو مصر كذلك. السيسي تحدث أيضا بكلام عام أنه نحن نراقب وننظر بدقة إلى هذه الاتفاقية ونتابعها عن كثب. يعني احنا اصلا اللي فتحنا الباب منذ 78 79 من زيارة السادات لكام ديفيد، فكيف لنا ان نعيب على غيرنا ما فعلناه نحن وما فتحنا الباب من اجله؟ هذا في البداية. يعني الذي يريد ان ينتقد يجب عليه ان يكون في مكان، في موقف لا يزال موقف مشرف، وموقف يرفض رفضا تاما وجود دولة يهودية على أي شبر من أراضي فلسطين، وليس فقط على فلسطين المحتلة بعد 67 كما تقول السلطة، وهي تحاول أن تجر معها جميع الفئات الفلسطينية بما فيها حماس، تجرهم ليأخذوا هذا الموقف. نحن نريد تحرير أو إعادة أرض الأرض أو الجزء من أرض فلسطين الذي احتل عام 67. أما ما عدا ذلك قبل 67 فهذه دولة قائمة وليس لنا أي دخل في هذا الموضوع. هذا لسان حالهم. هذه واحدة. النقطة الثانية، الاستغراب والاستهجان أن الإمارات اليوم تقدم على التطبيع مع دولة يهود وسوف تتبعها كما قال نتنياهو عدة دول أخرى منها البحرين ومنها عمان، وقد تصل إلى السعودية أو إلى غيرها من الدول. ما الغريب في ذلك؟ ما الغريب في ذلك؟ دعني أعود في الذاكرة وفي التاريخ الذي لم ينتهي بعد إلى بداية إنشاء دولة يهود بما يسمى وعد بالفور الذي قطعته بريطانيا على نفسها حين بدأت باحتلال فلسطين وما نجم عن انهيار الدولة العثمانية وخروجها من الساحة الدولية، بل وطردها أو إخراجها من منطقة بلاد الشام. حين قطع على نفسه بالفور ووزارة خارجية بريطانيا هذا الأمر أن تنشئ وطنا قوميا لليهود، ثم جاءت عصبة الأمم وانتدبت عصبة الأمم بريطانيا على منطقة فلسطين، وكان بالمانديت يعني بقرار الانتداب أنه على الدولة التي تنتدب على فلسطين أن تهيئ لإقامة دولة لليهود في هذه المنطقة اللي سموه بالأول وطن قومي وبعدين تحول إلى دولة. يعني هذا بالقرار الذي ألزم بريطانيا، وهي صاحبة عصبة الأمم. طبعا عصبة الأمم كانت على رأسها بريطانيا بالدرجة الأولى ثم فرنسا، وقبل أن تكون لأمريكا أن يكون لأمريكا وزن. هذا القرار أنه على بريطانيا أن تهيئ لإنشاء دولة، ونحن نعلم أن موضوع إنشاء دولة ليس هو الوحد المهم، المهم إنشاء الدولة وإمكانية استمرارها. كيف تستمر دولة ليهود في خضم بحر من عرب ومسلمين ومن ناس أصحاب أرض، أصحاب حق، أصحاب قضية، أصحاب، كيف تستمر هذه؟ إذا لابد من إحاطة هذا الكيان بكيانات في المنطقة التي تنتدب عليها بريطانيا تحديدا، أن تكون جزء من مهمتها أن تأتي بكيانات وبدول أو دويلات سميها ما شئت، أن تكون هذه عامل مساعد على استمرار دولة يهود التي سوف تنشأ بقرار أو باتفاقية عصبة الأمم في ذلك الوقت وبانتداب بريطانيا على فلسطين. وهذا الذي حصل. يعني بريطانيا حين أوجدت دولة يهود
وسلمت الجزء الأكبر من فلسطين ليهود سنة 48 بما يسمى خروج بريطانيا من المنطقة، ولم يكن خروج، كان تسليم فلسطين إلى دولة يهود، وأنشئت هذه الدولة في أيار من عام 1948 رسميا، وتم الاعتراف بها من قبل الأمم المتحدة التي كانت قد قامت منذ عدة سنين فقط. هذا بريطانيا يعني أكدت وتأكدت أن كل ما حول دولة يهود هذه سوف يكون سندا لها، ولكن في الوقت المناسب، في الوقت المناسب وفي الكيفية المناسبة. ولذلك ليس غريبا أن هذه الدول التي أنشأتها بريطانيا، ما تسمى الإمارات العربية المتحدة بعد أن انسحبت منها في سنة 71، هي لم تنشئ هذه الدول وتوجد لها حكاما إلا وهي تعلم علم اليقين تماما أن هذه الدويلات في الوقت المناسب والذي حين تطلق الصافرة من الحكم الملعب، هذا الملعب الدولي، هناك صافرة تطلق، الآن دورك إجا، انطلق. الآن دور الإمارات جاء ليثبت كيان دولة يهود، كما كان من قبله دور الأردن في سنة 1994، وكما كان دور الدول العربية بمجموعها في قرارات التي اتخذت في الرباط سنة 1974، وفي الموافقة على مشروع روجرز سنة 68 حين جاءت وزير خارجية أمريكا ووافق عليه عبد الناصر. وطبعا هناك قضايا تختلف بها بريطانيا مع أمريكا ومع العالم، ولكن في موضوع دولة يهود، لأن إنشاء دولة اليهود مهم جدا، مهم جدا لاستمرار السيطرة الغربية وسيطرة العالم الغربي، العالم المسيحي الغربي على هذا العالم الإسلامي، لتكون دولة يهود رأس حرب لهم، تقوم بتنفيذ ما لا تريد أن تنفذه أمريكا أو بريطانيا مباشرة. وهنا أعرج ولو بشكل بسيط ثم أعود للموضوع حتى ما أشتت الموضوع، تفجير بيروت هذا الذي حصل، جميع التقارير العلمية والمثبتة والموثقة، وخاصة ما, 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 ما ظهر في اليومين الأخيرين من تقرير أحد كبار ضباط البنتاغون المتقاعدين وبعض الخبراء الإيطاليين وغيرهم، دولة يهود تقوم بعمل تريده أمريكا أو تريده بريطانيا أو تريده فرنسا أو يريده من يريد، فهي التي تقوم بهذه الأعمال القذرة والتي تقوم بها غير مبالية بشيء، لأنها الدولة المدللة الموجودة من أجل خدمة الغرب. فبالتالي هذا الأمر منذ أن قامت دولة يهود وأحيطت بهؤلاء بهذه الكيانات من حولها، والتي دخلت حروبا مصطنعة، سواء كانت 48 التي دخلت الجيوش العربية وثبتت خط هدنة، ما يسمى خط الهدنة التي اعترفت به هذه الدول، وبقيت ما وراء خط الهدنة يسمى إسرائيل التي قامت في ذلك الوقت، وما دون خط الهدنة هذه للدول العربية، وبقي من فلسطين جزء ألحق بالأردن، إلى أن تم احتلال هذا الجزء سنة 67 مرة أخرى مع سيناء ومع الجولان. ولكن الموضوع هو هذه الحروب المصطنعة وهذه الكيانات التي وجدت والتي خاضت حروبا وهمية من أجل تثبيت أن هناك أسطورة تسمى إسرائيل غير قابلة للهزيمة، وأن هناك معركة بدل معركة التحرير فلسطين هناك معركة سلام، أصبح نخوض معركة أي نقاتل من أجل أن نأخذ سلام، وأصبح على أرض الواقع اليوم يتحدث ترامب وغيره عن موضوع السلام مقابل السلام، أنه إيش الأرض مقابل السلام، ما في أرض يتم التنازل عنها. ونتنياهو اليوم بيقول أنه لا يمكن لدولة إسرائيل أن ولي شخصيا ولحزبي الذي أنا أمثله أن نتخلى عن جزء من أرضنا مهما كان هذا، وهم يعتبرون أن الأرض كلها أرضهم. والعرب، هذه الحكومات التي وجدت، ليس فقط الإمارات، الإمارات هي نقطة في طريق تثبيت دولة يهود، هي نقطة وهي لن تقف عند الإمارات. فبالتالي من كان يظن أن الموضوع يريد أن يقيم الدنيا ولا يقعدها على الإمارات، فليقيم الدنيا ولا يقعدها منذ أن بدأت السلطة الفلسطينية، ومن قبلها مصر، ومن بعدها الأردن، ومن بعدها هذه الدول التي عملت بكل ما أوتيت من قوة لتثبيت شيء يسمى دولة
إسرائيل، هذه الدولة اللي هي المحتلة على أرض فلسطين. وما الحديث عن القدس وعن الأقصى إلا هو لذر الرماد في العيون، كأن القضية هي قضية قدس وقضية أقصى وقضية مقدسات. لا، القضية ليست هذه، القضية هي وجود كيان باطل في أرض ليست لهم، في أرض، في أرض إسلامية، أرض مسلمين، سواء تنازل عنها كل أهل فلسطين أم لم يتنازل عنها أحد، فالأرض أرض، هي هذه أرض إسلامية يجب أن تعود للمسلمين، بغض النظر ما هو وضع المسلمين، وضعهم جيد أو سيء كما هو الآن، ولكن هذه، هذا هو لب القضية. فلب القضية ليست ميناء هنا، وليس الغور، وليس قبة الصخرة أو مسجد الأقصى، هذه كلها، هذه الأمور من أجل التمويه وتضليل المسلمين عن الواقع الذي نرى. وبالتالي موضوع هذا الجلبة التي تثار الآن حول موضوع الإمارات، وكل من يثير هذه الجلبة خاصة من السياسيين يعلمون أن هذه خطوة على طريق كامل، وقد صرح بذلك نتنياهو نفسه، مش مستحي من حد، ولم العرب يستحون احيانا او يحاولوا ان يظهروا بالحياء وهم قليلو حياء اصلا، ولكن هو بقول هذه مقدمه وسوف يتبعها تطبيعات مع دول اخرى في المنطقه خلال الفتره القريبه، ولكن كل حسب وقته وكل حسب دوره، يعني كل واحد حسب يعني البحرين متى ياتي دورها، الكويت متى ياتي دورها، عمان متى ياتي دورها، السعوديه متى ياتي دورها، تونس متى ياتي دورها، مراكش والمغرب متى يأتي دورها، سوريا، لبنان، كل هذه كل واحد له دوره له وقته، وهذا الوقت هم اللي وقتوه وهم اللي أنشأوا هذه الدول. وأنا أقولها بكل حزن وبكل حرقة، بريطانيا لم تنشئ دولة يهود فقط، بل هي التي أنشأت الدول في حولها والتي منحتها ما يسمى الاستقلال المزيف، هي وفرنسا ومن بعدها أمريكا، هي التي أنشأت دولة الأردن 1920 وسمتها ترانس جوردن، الأردن الانتقالي، والتي وضعت لها خطوط لا تستطيع أن تخرج عنها، وهي التي أوجدت العراق منذ أن أوجدته ووضعت عليه ملكا جاءت به من الجزيرة العربية ليكون من أجل التغطية على 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 هدم الخلافة الإسلامية وضرب الدولة الإسلامية، وهي التي أنشأت دول ما يسمى الخليج العربي ومنها السعودية، وكلها كانت هذه الدول تم إنشائها على عين بصيرة في نهاية المطاف لتخدم أغراضا كثيرة استعمارية، ولكن أهم غرض من الأغراض هو حماية دولة يهود والتمكين لها بالقيام. فإذا اليوم نحن لسنا مع قضية تطبيع إمارات مع إسرائيل أو مع دولة يهود، نحن مرة أخرى مع قضية وجود هذه الدولة. ولكن هذه الدولة، واحد الآن يمكن يخرج له يقول أنت يا أستاذ أنت مجنون، من الذي يستطيع أن يقف أمام إسرائيل؟ على الأقل نوقف التطبيع. الموضوع ليس إيقاف تطبيع، والموضوع نعم أنا أقر معك، نحن في الوضع الذي نحن فيه، هذه الدويلات وهذه الكيانات الهزيلة التي قامت كما ذكرت أنا هي وجدت من أجل تثبيت دولة يهود، وبالتالي موضوع التحرير فلسطين وإعادة أرض فلسطين وما يسمى الحق، هذه الحقوق التي جزؤوها إلى حق العودة، إلى وين؟ حق العودة إلى إسرائيل أو حق العودة إلى فلسطين التي سوف يتم إنشاؤها بشكل هزيل. هذا الأمر نقول فيه المقدرة على القيام بالواجب كما ينبغي يقتضي تغيير الواقع، وأنت لا تستطيع أن تقول بما أن الواقع الآن سيء كما ذكر لي أحد الأخوة في التعقيب على الموضوع حين وضعت الإعلان عنه، قال نحن وضعنا سيء جدا لا يتحمل. نعم الوضع سيء، ولكن لا أقول إنه هذا الوضع سيء لا يتحمل، لذلك أنا أقبل بهذا الوضع وخلاص انتهى الأمر، أنسى القضية، أنا مريض وبالتالي ليست لي الشهية للطعام، إذا أعزف عن الطعام كليا وأموت. لا، أنت مريض بدك تتعالج، مريض مرض خطير جدا بدك تعالج بشكل قوي، بدك تعالج الموقف، وإلا بصير الموضوع يعني هزيل جدا، ولا يجوز مثل هذا القول. وأنا أزيدك أيضا من الشعر بيت، يهود ودولة يهود منذ أن قامت هناك حواجز بين من يريد أن
أن يقاتل أو يحارب أو يتخلص من هذا الشر الموجود، هناك حواجز بينك وبين هذه الدولة، كما ورد في القرآن الكريم عن موضوع إعداد أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم، من لم يقل من ورائهم، من دونهم قبلهم، يعني في واحد قبل، يعني قبل العدو الرئيسي في هناك واحد قبله. في الأمس قامت مرشحة الحزب الديمقراطي، مرشح لمنصب نائب الرئيس، نائب بايدن اللي هي بسموه الكمالة هاريس، أول عمل سياسي تقوم به للدعاية الانتخابية الحديث مع الأيباك، مع منظمة اللابي اليهودي الإسرائيلي في 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 أمريكا، الأمريكان إسرائيلي بوليتيكال أكشن كوميتي اللي بسموه، وبكل العبارات الصريحة، بكل شيء صريح، نحن هنا لنحمي دولة إسرائيل، واجب علينا أن نحمي دولة إسرائيل، لن نسمح لحماس أن تضرب الصواريخ على إسرائيل، لن نسمح لحزب الله أن يكون على حدود دولة إسرائيل، لن لن لن، وكل واحد من هذه الأسباب، وسوف نحافظ على ما يسمى التفوق النوعي quantitative أو qualitative edge، التنوع النوعي العسكري military qualitative edge في المنطقة كلها. يعني بمعنى آخر، هذه الدولة اللي احنا بنرعاها اللي تسمى دولة إسرائيل، هذه يجب أن تكون لديها المقدرة العسكرية على أن تكون متفوقة على كل من حولها، سواء كانت العراق أو سوريا أو الأردن أو مصر أو تركيا أو إيران، أو حتى المناطق التي يمكن أن يكون لها دخل من بعيد مثل باكستان وغيره. يعني هذه دولة يجب أن تكون قادرة وبشكل قوي جدا، ونحميها بكل ما أوتينا من قوة. يعني نحن نعلم أن دون تحرير فلسطين هناك لابد من إيجاد قوة عظيمة جدا قادرة على تحدي النظام الدولي، وهذا هنا أريد أن أؤكد أنه دولة يهود محمية بالنظام الدولي. يعني بمعنى آخر، أي عمل سياسي أو عسكري يؤدي إلى زحزحة موقف يهود عن التحكم الكامل بفلسطين أو القوة النوعية، التفوق النوعي، سوف يواجه بما يسمى الشابتر 7، الفصل السابع من مجلس الأمن، وتجر له القوات الدولية. إذا كان احتلال الكويت من قبل العراق أتى بنص مليون جندي من أجل إخراج العراق، فإن عمل سياسي أو عسكري تجاه فلسطين وتجاه إسرائيل قد يكون يهدد بالخطر، سوف يأتي ليس فقط بنص مليون، بل يأتي بملايين من العسكر وبالقنابل النووية والصواريخ وغيرها. هذا الأمر نحن ندركه تماما، ولذلك نعود نقول مرة أخرى لكل مخلص في هذه الأمة، لكل من يريد أن لا يرى الإمارات تتكرر في السعودية أو في عمان أو في البحرين أو في الكويت، ولكل من لا يريد عمل السلطة الفلسطينية مما قامت به من خيانات كثيرة جدا في لفلسطين أن يتكرر، ولكل من لا يريد تطبيع العلاقات مرة كما حصل بين الأردن وإسرائيل أو بين مصر وإسرائيل أو بين هذه الدول، إذا كنت تريد ذلك وتفكر تفكيرا جديا في هذا الموضوع، إذن لابد من إعادة ترتيب المنطقة التي تعيش فيها. وهذا الأمر الذي نادينا به ولازلنا منذ سنين طويلة جدا نقول يا جماعة، هذه البلاد لازم قيام فيها دولة قوية لها المقدرة الذاتية على أن تمتلك زمام القوة، ولها المقدرة الذاتية على تحدي النظام الدولي وليس فقط دولة يهود. لأنه إذا أنت أردت أن, 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 أن تتحرك باتجاه إسرائيل وباتجاه اليهود، عليك أن تكون قادر على تحدي النظام الدولي. من الذي يقدر على تحدي النظام الدولي؟ الصين ما بتقدر الآن، روسيا ما بتقدر، وبالتالي هم يسيرون ضمن ما يسمى ركاب النظام الدولي. طب إذن إيش العمل؟ ما العمل؟ هل نصفط إيدينا ونروح ونقول خلص انتهى الوضع وبالتالي أصبحت إسرائيل أمرا واقعا والبلاد العربية أمر كما هو أمر واقع؟ لا، التغيرات السياسية الجيوسياسية في المنطقة واجبة وضرورية، ولسنا نحن الذين نقول في ذلك وحدنا، العالم كله السياسي
بقول لك انه هناك خطورة تكمن في تغير جيوسياسي في منطقة العالم العربي والعالم الإسلامي. ولما كانت الربيع العربي أكثر التخوفات التي حصلت، من الممكن أن تفلت هذه المنطقة من القبضة الحديدية التي قبضت بها بريطانيا وفرنسا ومن بعدها أمريكا على هذه المنطقة. هناك تخوف شديد، وبالتالي رأينا ما رأينا من كيفية محاربة هذه الثورات وقمع الشعوب وما يجري في كثير من البلدان من القمع، سواء كان قمع فردي ولا قمع نقابة ولا قمع مجموعة ولا تتبع حزب أو غيره. هذا الأمر نحن ندركه، ولكن هذا ليس مبررا للاستسلام. دولة يهود دولة هشة ما في شك، نحن نعلم أنه يعني مجرد قوة عسكرية بسيطة على حدود هذه الدولة تستطيع أن ليس فقط أن تقلقها بل تزلزلها عن وجودها، هذا واضح، ولكن الموضوع أكبر من ذلك. وبالتالي الآن القضية ليست قضية هجوم موجه وشتيمة وسب وكيل الاتهامات لحكام الإمارات بالرغم من عمالتهم ومن تبعيتهم، نحن يعني هذا واضح مش من اليوم. دولة الإمارات العربية المتحدة أنشأتها بريطانيا سنة 1971، بعد أن انسحبت منها، وقد انسحبت قوات بريطانيا بالرغم من أن هناك وفود من أهل المنطقة إذ كانوا يترجون الإنجليز أن لا يخرجوا ولا ينسحبوا ولا يتركوا فراغا. لا، هم قالوا للإنجليز احنا ما عاد عندنا المقدرة الآن، أنتم لابد أن تحموا أنفسكم بأنفسكم، ولكن بظل تبعيتكم بتشتغلوا زي ما بدنا. وهذا الشيء واضح، هذا الكل بيعرف هذا الحكي، ليس حديثا جديدا. فبالتالي احنا بنقول انه هذا الموضوع الان مرة اخرى لابد ان يحرك في النفوس التفكير وفي العقول التفكير كيفية الخروج من هذا المأزق الذي وضعت فيه البلدان المحيطة بدولة يهود، سواء البلدان العربية اللي هي حكام عرب وهي شعوب عرب، أو تركيا أو إيران أو غيرها من الدول. هذا مأزق شديد جدا، والخروج من هذا المأزق لا بد من السعي لإعادة بناء الدولة التي تقوم على أساس مبدئي، وليس في المنطقة مبدأ يصلح لأن يكون أساس لدولة وكيان إلا الإسلام. هذا لو جربنا الشيوعية وجربنا القومية وجربنا الرأسمالية لتنشئ كيانات في المنطقة مستقلة وقادرة وقوية، ما زبط، ما بينفع، لأنه عقيدة الأمة عقيدة إسلام، الأمة مسلمة، مشاعر الأمة مسلمة، تطلعات الأمة مسلمين. يعني ما بزبط إنك أنت تركب على هذه الأمة تركيب مبدأ من غير جنسة، ما بيزبط. حتى لو كان يعني حديثنا أحيانا مع الناس اللي اتجهوا باتجاهات أخرى، هؤلاء كان تفكيرهم في لحظة معينة تفكير جدي ومخلص، هم يريدون نهضة الأمة وبده حركة، ولكن التركيب مبدأ يخالف عقيدة الأمة، تركيب نظام، يعني أرجع نظام اشتراكي شيوعي. الشيوعية استطاعت أن تنتج دولة عظمى لمدة حوالي 70 سنة في الاتحاد السوفيتي، وأن أنشأت الصين، والصين لا تزال تسير بي 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 بالزخم الذي بدأه ماو تسي تونغ، لا ننكر ذلك. الحركة القومية في ألمانيا أدت إلى وجود دولة الفاشية الإيطالية والنازية الألمانية، وهي حركات قومية أدت إلى وجود كيانات عظمى في حينها، واستطاعت أن تشن حرب عالمية وكادت أن تطيح بالعالم كله لولا وقوف العالم كله ضد هذه. فنحن نعلم أنه هذه الأفكار من الممكن أن تقيم دول وتصبح هذه الدول كيانات قوية وتبني نفسها، ولكن إذا هذه لم تصطدم بعقيدة مترسخة في الأمة، واللي بيقول ويدعي ويظن
انه العقيده الاسلاميه والمفاهيم الاسلاميه والمشاعر الاسلاميه يمكن ان تسحب من الامه، تفضل اسحبها. هذا مستحيل. انت تعلم ذلك، كل واحد من بيسمعني وكل واحد بفكر بهذا الامر بيعرف انه هذا الامر متجذر ومتاصل في ال 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 في ال ال الام وفي البنت وفي الاب وفي الاخ وفي العم وفي الاستاذ وفي المعلم وفي المدرس وفي الطبيب وفي المهندس وفي كل قطاعات الامه. عقيدتنا عقيده اسلاميه، لا يصلح ان يركب على هذه العقيده الا مبدا الاسلام، ومبدا الاسلام قادر، مبدأ الإسلام قادر أن ينهض هذه الأمة من سباتها، وقادر أن يوحد الأمة، وقادر أن يوجد فيها القوة التي تستطيع أن تتحدى ليس فقط دولة يهود هذه المسخ، بل يستطيع أن يتحدى النظام الدولي الذي يقوم على نظام باطل ونظام فاشل. النظام الرأسمالي القائم الآن المتحكم بالنظام العالمي فاشل وباطل، وهو وقد خذل أتباعه، مش خذل المسلمين، خذل أتباعه ورمى كثير ملايين من الناس، رماهم في الشارع وجوع بطون الملايين من الناس. فالعالم كله ليس فقط المسلمين، العالم كله يتمنى ظهور مبدأ جديد قادر أن يتحدى هذا المبدأ الفاشل الباطل الذي جاء بالتعاسة للبشرية كلها، باستثناء الحفنة القليلة جدا من أصحاب الملايين أو المليارات. فبالتالي المشروع الوحيد الآن، لأن المشروع الوحيد الذي يمكن الحديث فيه والتحدث فيه والعمل عليه، هو مشروع إعادة بناء دولة، الدولة الإسلامية التي تقوم على مبدأ الإسلام. لا يوجد غيره مشروع، لا يوجد شيء يمكن أن يبطل ما قامت به الإمارات العربية المتحدة إلا مشروع الإسلامي الذي يدعو إلى إقامة دولة إسلامية على أساس الإسلام، توحد المسلمين بناء على الإسلام، وتعتبر فلسطين جزءا من الأرض الإسلامية وجزءا من عقيدة المسلمين. لا يوجد شيء يمكن أن يوقف هذا العنجهية التي يتحدث بها نتنياهو ومن ورائه ترامب وعلى جانبه بايدن وكمالا هاريس وغيره. لا يمكن أن يوقف هذه العنجهية وهذا الصلف وهذا التحدي لمشاعرنا إلا العمل الجاد لإعادة بناء الدولة، هذه الدولة تقوم على أساس الإسلام، توعد المسلمين بناء على عقيدة الإسلام التي يؤمنون بها أصلا، وتأتي بنظام يقوم على الإسلام ويرفض الرأسمالية والاشتراكية وإلى آخره وكل ذلك، ويبني للمسلمين كيانا قائما يؤمنون به ويخلصون له ويعتقدون بصحته ويعتقدون بمقدرته على الانتصار، ويعيد بناء هذا البنية التحتية لهذا العالم من جديد. هذا العالم الذي نعيش به، عالم البلدان الإسلامية ومنه البلدان العربية، هذه بنية لا تصلح أن تقيم عليها مصنع حقيقي، مصنع يستطيع أن يوجد للناس غذائهم ويصنع لهم دواءهم. كل العالم الإسلامي الآن عم بيستنى روسيا أو أمريكا مشان يطلع لقاح لكورونا ليصفق له. ما في حدا. هذا العالم عالم يعني تخلف عن الركب، لم يتخلف عن الركب بل خرج عن الركب. تعرف أنت إذا كنت أنت تركب آلة عاطلة ولكنك على الركب على الطريق، من الممكن أن تصلح هذه الآلة وتمشي تكمل. بس إحنا خرجنا عن الدرب، أخرجتنا بريطانيا وفرنسا ومن بعدها أمريكا، طلعونا من الطريق. أنت ماشي على غير هدى، على غير طريق مطلقا. الطريق اللي أنت بتحرك فيه سواء في الأردن ولا في مصر ولا في سوريا ولا في العراق ولا في تركيا حتى ولا في إيران ولا ماشيين على طريق ثاني، طريق لا يصل إلى نتيجة. لابد من بحث قضية الأمة كيف تنهض نهضة حقيقية على أساس صحيح، على أساس العقيدة التي تؤمن بها، من أجل أن تعالج قضاياها المختلفة، وأهمها قضية وجود دولة يهود التي لا تنفك تكيل المذلات تلو المذلات. انتظر قليلا الحين تظهر التقارير الكاملة أن
دولة يهود استطاعت أن تدمر جزء كبير من لبنان. ولا تنتظر كثيرا حين تنظر إلى التاريخ الحديث، سنة 67 في أقل من 6 ساعات اجتاحت طائراتهم ودباباتهم 3 دول عربية تدعمها دول من الخارج من ورائها، أو 4 دول، مصر والأردن وسوريا ولبنان، ومن ورائها العراق والجزائر والسودان وإلى آخره. لا يوجد أي سبب أو مبرر قانوني أو شرعي أو سياسي لاستمرار الكيانات كلها، ليس فقط كيان يهود. دائما نحن نقول أو لا تركيز كيان يهود، يا عمي كيان يهود أنشئ بنفس الطريقة التي نشأت بها الكيانات الأخرى، بنفس الطريقة. بريطانيا وفرنسا إجت على المنطقة، احتلت المنطقة، أنشأت هذا الكيان ألف، كيان باء، كيان جيم. هذا كيان يجب أن يبقى وأن يسود، هذا كيان يجب أن يبقى متخلف، هذا الفرق. كله كله أنشئ بنفس الطريقة، فكله يجب أن يزول ويجب أن يتغير وينشئ مكانه كيان جديد قائم على مبدأ الأمة وعلى عقيدة الأمة وتفكير الأمة ونظام الأمة. هذا الكيان الجديد الذي ينشأ بهذا الشكل قادر أن يوجد الحركة الاقتصادية القوية والنهضة الصناعية القوية والنهضة الزراعية والأمن الغذائي والأمن الصحي، حتى لا نكون شتاتا وتبعا وعالة على الغير، نقتات على قروض البنك الدولي ويصيبنا القحط والجذب حين يتخلف البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي عن إقراضنا، وحين تتخلف بعض دول العالم تقول الآن لا نريد أن نقرض لبنان، فليذهب لبنان إلى الجحيم، ما رح ندفع له مصاري. فبالتالي نستجدي هذه الدول من أجل أن نأكل، نستجدي هذه الدول من أجل أن يبعثوا لنا اللقاح، نستجدي هذه الدول من أجل أن يبعثوا لنا الثلاجة مشان نحط فيها شوية أكل حتى نستطيع أن نأكل ثاني يوم. هذه ليست حياة، هذه ليست كيانات، هذه ليست دول بمعنى الدول. هذه عبارة عن يعني كنتونات وجدت لتقوم بغرض معين لفترة معينة وقد تستبدل في أي لحظة. هذا موضوع التطبيع الذي أردت الحديث عنه. فموضوعنا ليس تطبيع دولة إمارات ونقيم القيامة على محمد بن زايد ونقول محمد بن زايد اتفق مع ترامب ومع نتنياهو وعمل اتفاقيات، ما غيره عمل، ومش من اليوم ولا من امبارح، من زمان زمان، مش من 94 اتفاقية وادي عربة، ولا من 93 اتفاقية أوسلو، ولا من 79 كامب ديفيد، ولا من 48 الاتفاقية الهدنة أو القبول بخط الهدنة، بل منذ أن تنكر العرب وكثير من المسلمين، بل أكثر المسلمين تنكروا لمبدئهم ولدينهم وقبلوا بانهيار دولتهم بدل من إصلاحها وتغيير واقعها. العفن في ذلك الوقت والذي تمكنت منه الحفنة من القومية الطورانية التركية وشوهت صورة الإسلام ودولة الإسلام، بدل من أن يقلع مثل هؤلاء أصبحوا مثلا أعلى لكثير من الناس. هذه شجون وجروح نفتحها وهي لا تكاد تدمل حتى ينفتق جرح آخر. وأتوقف هنا لم يعد هناك شيء يذكر أكثر من هذا. فالوضع الذي نعيش فيه وضع حزين ووضع سيء، والخروج من هذا المأزق يحتاج إلى وقفة الرجال والتفكير الجدي الجاد، حتى لا نبقى مطية الحركات العاطفية والمشاعر التي تنتابنا كل فترة يأتينا
تأثير الضرب. اليوم الإمارات قامت بعمل تحركت المشاعر والعواطف والحديث على الجزيرة والعربية وغيرها، ونحن نعلم أن كل هذه الأحاديث في نهاية المطاف هي ليست جديدة وليست بنت اليوم. هذه إشكالات الحديث فيها يطول، ولا بد من علاجها بالشكل المناسب والتفكير الجدي. غير ذلك سنقف مثل هذه الوقفة وهذا الحديث بعد شهور قد تكون، أو أسابيع أو شهور أو سنة أو سنتين، الله أعلم كم، مع دولة أخرى يأتي لها صفارة الحكم. قل الآن انطلق، إجا دورك، الآن إجا دورك. هو دور كما ذكرت أنا في الإعلان، هو الدور 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 الدور. اليوم عليك الدور، بكرة على غيرك، وهكذا. أنا أنظر إذا هناك أسئلة يمكن أن أجيب عليها. الأغلب هنا هي تعقيبات وتعليقات، كلها في مكانها، لا أريد أن أزيد عليها شيئا. ولكن نترككم هنا، نستودعكم الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن لا نلقاكم مرة أخرى، وإلا قد قامت للمسلمين قائمة نعتز بها، يعز بها الإسلام ويعز بها المسلمون، وترتفع الذلة التي قبعت في أعناقنا لسنين بل لعقود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.